أعلن الجيش الليبي عن تحقيق تقدم على المحاور الجنوبية في محيط مدينة درنا، وحاصرت مواقع تنظيم داعش الإرهابي في خطوة لاقت ترحيبا من المجلس الرئاسي. وأشار الجيش إلى أن القوات تتعامل مع آخر فلول التنظيم الإرهابي بعد انسحابهم من 400 حي في درنا ومن منطقة الفاتح بعد مواجهات عنيفة، تزامنا يخوض الجيش الليبي معارك عنيفة في مدينة بنغازي، حيث سيطر على عدد من أحيائها بعد طرد القوات الموالية لتنظيم داعش وجماعات أخرى. تبدأ اليوم مفاوضات السلام اليمنية بالكويت بين وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة. كانت الحكومة اليمنية قد جددت التأكيد على ثوابت ومرتكزات الحوار الأساسية المتمثلة في تنفيذ القرار 2216 واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. في تراجع واضح للحوثيين عن موقفهم، غادر مفاوضون يمثلون الميليشيات الحوثية وحلفائها العاصمة اليمنية صنعاء في طريقهم إلى الكويت للمشاركة في مفاوضات السلام مع الحكومة اليمنية الشرعية برعاية الأمم المتحدة. وكان من المقرر أن تبدأ الاثنين الماضي مفاوضات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ عام، لكن ممثلي الحوثيين المتحالفين مع إيران ورئيس السابق علي عبد الله صالح لم يحضروا بذريعة تغيير برنامج المفاوضات دون استشارتهم. كانت العاصمة العمانية مسقط نقطة عبور على طريق فريق المفاوضات الحوثي إلى الكويت. في كل الأحوال نحن ذاهبون وغايتنا هو الحوار أن ينجح. نحن جئنا من الميدان من بين المواطنين والناس رغم الحصار ورغم استمرار القصف حتى اللحظة للأسف. ومن المنتظر أن تركز المفاوضات على تشكيل حكومة موسعة واستعادة سلطة الدولة على البلاد المقسمة حاليا بين الحوثيين وحكومة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. وتهدف المفاوضات إلى إنهاء القتال الذي أودى بحياة 6200 شخص على الأقل وسبب أزمة إنسانية. مفاوضات السلام اليمنية ستبدأ في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة. الوفود ستركز على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومن المتوقع أن يعكفوا على وضع إطار عمل يمهد الطريق إلى عملية سلمية ومنظمة تستند إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. الحكومة اليمنية من جهتها تتهم الحوثيين بخرق اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، مشددة أن صبرها بدأ ينفد. وأضافت الحكومة في بيان أنها منحت الحوثيين الفرصة الكاملة للتفاوض من أجل حقن دماء أبناء الشعب اليمني. ذكرت الحكومة التركية في جريدتها الرسمية اليوم أنها جمدت كل أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في البنوك التركية وغيرها من المؤسسات المالية تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي. وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار، أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي خلال سنوات حكمه الطويلة، وشارك في مخطط للاستيلاء على السلطة عام 2014. دعت هيئة رئاسة البرلمان العراقي والمكونة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبه، دعت رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تقديم أسماء مرشحي الوزارة الجديدة. كما بحثت الهيئة تطورات أزمة البرلمان والجهود المبذولة من أجل حلها في إطار تمسك الهيئة بالشرعية الدستورية ورفض محاولات الالتفاف عليها. وأكدت الهيئة أن مجلس النواب سيواصل عقد جلساته الدورية في توقيتاتها المعتادة، حيث تحظى التشكيلة الجديدة للحكومة أولوية في جدول أعمال البرلمان في جلسته القادمة والتي لم يحدد موعد انعقادها بعد. يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة اليوم إلى موسكو، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويناقش نتنياهو مع الرئيس الروسي عدة ملفات من أبرزها مواصلة التنسيق بين الطرفين الروسي والإسرائيلي من أجل تجنب سوء الفهم بين قوات الجيش الإسرائيلي والقوات الروسية العاملة في سوريا، وكذلك الدور الإيراني في المنطقة عقب توقيع الاتفاق النووي.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ أن اجتماع مجلس روسيا الناتو في بروكسل توصل إلى اتفاق حول إبقاء قنوات الحوار السياسي بين الجانبين مفتوحة. وقال ستولتنبرغ أن المحادثات الأولى التي تجري منذ نحو عامين بين الدول الأعضاء في الحلف وروسيا كانت صريحة وجدية لكن بدون تسوية الخلافات العميقة بين الطرفين. وأضاف أمين عام حلف الناتو أنه بالرغم من أن الاجتماع كان جيدا جدا إلا أنه أكد أنه ما زالت هناك خلافات عميقة ومستمرة. وسط حضور جماهيري كبير تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الرابعة بقلعة صلاح الدين وبمشاركة فرق من أكثر من 20 دولة أسيوية وأوروبية وإفريقية. تقام العروض في 10 أماكن وهي قلعة صلاح الدين وقبة الغوري وشارع المعز وقصر الأمير طاز ومركز طلعت حرب بزنهم ومسرح ساحة الهناجر ومركز الطفل للحضارة والإبداع وقصر ثقافة بنها ولأول مرة بقصر ثقافة بورسعيد والقناطر الخيرية. أنغام الطبول احتفلت قلعة صلاح الدين الأيوبي بمهرجان الطبول والفنون التراثية لهذا العام، وتستمر فعالياته لمدة 7 أيام بمشاركة العديد من الدول الإفريقية والأسيوية والعربية والأوروبية التي تهدف إلى خلق حوار الطبول من أجل السلام. المهرجان أساسا مهرجان الطبول والموسيقات الشعبية في العالم كله، وهو بيحمل رسالة السلام إلى العالم. ده بيؤكد انه الفنون الشعبية والفنون التراثية والموسيقى التراثية في العالم كله فن ولغة تجمع الناس حولها ولا تفرقهم. حرص على حضور العرض عدد كبير من الوزراء والسفراء والإعلاميين ومحبي فن الطبول. في ثقافات كتير يعني وناس كتير جاية من بلاد كتيرة يعني، واكيد هنلاقي انواع من طبول مختلفه وايقاعات مختلفه وكده يعني. مهرجان حاجه لطيفه جدا اصلا يعني، الجو العام رائع يعني. بصي كميه الناس اللي موجوده يعني، كل الناس دي مهتمه ونزلت يوم ثلاث، ثاني يوم مدارس وامتحانات وشغل، كل الناس دي موجوده عشان تشوف حاجه ما بتشوفهاش، ناس عايزه تتبسط عايزه تفرح يعني، حاجه لطيفه جدا. وعلى هامش المهرجان اقيم معرض للمنتجات اليدويه والحرف التراثيه والخزف من محافظات سيناء والوادي الجديد والفيوم والنوبه. جاية من السودان وبقدم أشغال يدوية وعبايات، عبارة عن عبايات ومفارش وشنط هاند ميد، ويعني مشاركين في المهرجان دوت السنة دي أول مرة أشارك، وفرحانة أوي إن أنا مشاركة يعني في مصر أم الدنيا. من المقرر أن تقام العروض في قلعة صلاح الدين الأيوبي وفي قبة الغوري ومسرح الهناجر وشارع المعز وبعض الأماكن الأخرى. من قلعة صلاح الدين الأيوبي أميرة فتحي، النيل. في محاولة للحفاظ على تراث المنازل اللبنانية، قام فنان لبناني يدعى هنري لوسيان بتصميم وبناء وزيرتين منزل تراثي ببيروت. ولا تزال بعض البيوت التراثية صامدة في بيروت، لكنها تكاد تكون مختفية أمام الأبراج السكنية شاهقة الارتفاع التي تحيط بها من كل جانب. أصبحت البيوت التراثية الأنيقة في العاصمة اللبنانية بيروت على شفا الاختفاء، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهدت المدينة بناء أبراج سكنية مرتفعة حل معظمها مكان تلك البيوت ذات الطراز المعماري الفريد والتي هدمها أصحابها لتحقيق كسب مادي. لكن الفنان اللبناني هنري لوسيان له رأي مختلف، فيرى أن هذه البيوت من التراث المعماري الذي يجب الحفاظ عليه. ومن منطقة البترون في الشمال حاول لوسيان بناء منزل تراثي خاص به من بقايا بعض مباني بيوت بيروت المهدمة. فحبيت أني أملك هيك بيت وما قدرت أملكه يعني، فتشت أشتري جاهز مثل ما هو، ما قدرت لاقي، أسعار كتير كانت عالية لأنه هلأ تهبيط هالبيوت مطلوب أكتر من تعمير، فهن بيهبطوا البيت يبيعوا الأرض، فكان كتير صعب انك تلاقي بيت تشتري. ما لقيت ابدا وقررت اني عمره. وامضى الفنان الشاب العامين الماضيين في تصميم وبناء وتزيين منزله، ويقول انه في حاجه الى عام اخر
لإتمام مشروعه بشكل كامل. ويوضح لوسيان أن ما يقوم به عمل مضن، لا سيما محاولته العثور على أبواب أصلية وإطارات نوافذ وبلاط ملون من بيوت بيروت القديمة. ولا تزال بعض البيوت التراثية ذات النوافذ التي بها أقواس ثلاثية وشرفات واسعة وبلاط أسقف أحمر صامدة في بيروت، لكنها تبدو الآن قزمة أمام الأبراج السكنية شاهقة الارتفاع التي تحيط بها من كل جانب. مستقبل تبع هذا البيت هو أنه يكون متحف ويفرجي تجربتي أول شيء، ويفرجي غراض المكونين بيت اللبناني، يعني كل شيء مكونات بيت اللبناني بتلاقيه موجود بقلب هذا المتحف، هيدا حلمي. والارتفاع الهائل في أسعار العقارات ببيروت يمثل حافزا قويا لأصحاب البيوت التراثية كي يبيعوها للمطورين العقاريين الذين يهدمونها ويبنون في مكانها أبراجا سكنية شاهقة. ويحاول النشطاء بيئيون قليلون في بيروت إنقاذ بعض قصور المدينة التي يرجع بناؤها لحقبة الدولة العثمانية، لكن تلك المحاولة ربما تكون متأخرة جدا في مدينة أصبح المال فيها هو صاحب. وختاما لهذه النشرة الموجزة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. العاصمة السعودية الرياض تستضيف اليوم قمة خليجية أمريكية بحضور الرئيس الأمريكي باراك أوباما. مجلس الجامعة العربية يعقد اليوم اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الرد على التصعيد الإسرائيلي بشأن الجولان. واليوم بدء مفاوضات السلام اليمنية بالكويت بين وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة. شكرا لكم، إلى اللقاء.